بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحاب البدريين واللحديين والحنينيين والخندقيين وسائر الصحابة والكرابة كلهم أجمعين وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى روح من اجتمعنا هاهنا بسببه خاصة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك فقاقا لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك مونسا لنا ولهم في قبورنا وقبولهم إلى يوم القيامة. اللهم يا رب ارحم غربتهم وآمن روعتهم ونفس غربتهم ورفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بجاههم عافنا وأهلنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنة كلها وضيقها وعذاب الآخرة. اللهم يا واجب الوجود
ويا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من العصمة دوامها ومن النعمة تمامها ومن العافية حصولها ومن الرحمة شمولها ومن العيش أرغدا ومن الرزق أوسعا ومن اللطف أنفعا ومن الإنعام أعما ومن الإحسان أتما. اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا. اجعل إلى معرفتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا وسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا. اجعل التقوى زادنا. اللهم اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا فإن عليك توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واعتق رقابنا برقاب آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأستاذينا من الدين والمظالم والنار. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، وكف أيدي الكافرين والظالمين والحاسدين والنمامين يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من نافات الدارين. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء، فقضها يا قاضي الحاجات. وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا، فاشفها يا شافي الأمراض. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين ببركات هؤلاء الشرفاء المذكورين وبمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.